السلام عليكم. معكم احد ضحايا عصابه سرقه السيارات الملف اللي داز اليوم قدام رئيس المحكمه ابتدائيا مدينه تسلا. الحمد لله عندنا الثقه ديالنا الكامله ديالنا في القضاء المغربي والقضاء النزيه ورجال ديال الامن اللي خدموا معنا في هذا الملف كامل، عطاونا حقنا وخولوا لنا جميع الصلاحيه باش يتصنتوا لنا في المحاضر، واللي بقاو كيتصنتوا لجميع الضحايا، كاين اللي تصنتوا لجوج الليل، كاين اللي لوحده، كاين اللي لثلاثه، يعني الحمد لله خدينا جميع الحقوق ديالنا. كنشكروا رجال ديال الامن وعلى راسهم السي عبد اللطيف حموشي ورئيس المحكمه الابتدائيه ديال مدينه تسلا. بالنسبه لاحد المعتقلين، يعني شفنا اليوم ما كاينش المحامي ديالو او المحامي اللي كيأجر القضيه تخلى على الميل. كما الشيء كان عندنا التقديم اليوم قدام السيد رئيس المحكمه الابتدائيه ديال مدينه تسلا. الملف عرف تقديم واحد جوج ديال الملفات، الملف الاول الملف الثاني. الملف الاول تاجل تاريخ ديال جوج، الملف الثاني تاجل تاريخ 6 جوج. كنتفاجئوا بواحد الاستاذ محامي اللي سحب الدعوه، رفع الدعوه على احد المعتقلين، وهذا المعتقل هذا في الذات هو اللي ضرب واحد الراجل ديال الشرطه في مدينه الرباط اثناء اعتقال واحد الاكس بوليسي في هذا الملف هذا. وبالنسبه للقضيه ديالكم كاينين اخبار تروج يعني بان الملف غيكون عدم اختصاص. احنا الحمد لله عندنا الثقه ديالنا في القضاء المغربي، واي منطق صدر به القضاء في هذا الملف هذا احنا راضيين به. كاينين ضحايا اليوم اجداد؟ كنتفاجئوا بان كاين واحد الاستاذ محامي اللي تاهو جمع شي ضحايا في هذا الموضوع ديال سرقه السيارات، وتاهما في نفس الطريق ديالنا باش نضموا الملف ديالنا. البعض اليوم حضر الجلسه يعني كنقولوا كضحيه او كأحد الافراد اللي في هذا الملف هذا اللي كان استرجع السياره ديالو وبغى انه يخرج تصاريح المنابر الاعلاميه. كما كيعرف الراي العام المغربي دابا عبر القنوات ديال التواصل الاجتماعي وعبر الصفحات، يعني هذا ولا موضوع الساعه، هذا الموضوع ديالنا ولا موضوع الساعه. اي واحد دابا تعرض لهذه الطريقه ديال سرقه السياره بدون سند قانوني في هذه العصابه النيت، والخطير في الامر بان هذا الاشخاص المعتقلين يعني نفسهم نفس المشكل كتلقاهم هما اللي داروا مشكل في طنجه، داروا مشكل في مدينه الدار البيضاء، في فاس، في خميسات، يعني ما كاينش شركه تحصيل ديال الديون اخرى اللي مستهدفه من غير هذه الشركه هذه اللي صاحب الشركه معتقل في حد ذاته. وشكرا. كاين كاميرات كل شيء، راه عطينا القضيه التحقيق، يعني طوموبيلتي تخدات جديده. الا كانوا هاد الناس عندهم كليان ديالهم كيتفاهموا معاهم تحت الطبله باش كياخذوا الطوموبيلات المستعمله بربع ثمن بثمن باهظ جدا باش كيرزيو الناس وكيخليو الكريديات طالعه على الظهر ديال عباد الله. لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم ان هذا منكر. رحنا هاد الناس هلكونا، قضوا علينا، وقفوا لنا النشاط ديالنا اللي كنا كنشطوا فيه، خرجوا علينا، جمعوا علينا كريديات اكثر من الكريديات ديال السيارات، وزادوا كملوا علينا الابناك البنك ديال القروض، زاد كمل عليا انا شخصيا كنغوت ربي اللي خلقني من بنك القروض اللي عطى المعلومات ديالي لهاد الناس اللي هما ماشي صالحين، وهاد الناس اللي هما عندهم سوابق عدليه يتكرفصوا عليا ويجيو لعندي وياخذوا لي سيارتي بدون وجه حق. لا اله الا الله محمد رسول الله، الله ياخذ فيهم الحق كاملين. صافي هضري انت وياه شويه تعقلوا، مازال جوج عربان.